أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في المنطقة، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان قدرتها على الرد المناسب على هذه الهجمات. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أكد خلال مؤتمر صحفي أن سفارة الولايات المتحدة في بغداد وقنصليتها في أربيل مفتوحتان، مشيرا إلى التزام بلاده باستراتيجيتها مع العراق.